هو السوق الأسبوعي ديال بنكرير اللي تيعمل نهار الثلاث، أكبر سوق تقريبا في المغرب، كان وسط المدينة ديال بنكرير وحولوه دابا هنا، ده بناوه وحولوه لنا. هي الدخلة ديالو الباركين، الدخله ديالو ديال السوق هو هذا الباب ديالو، الباب ديالو اللي ولا دابا كان مكان ديك الساعه ما كانش مبني، وهذا بناو سوق داروا ليه الطاكسي ديال الصغار باش كاع نمشي للطريق هنا كاع. شوفوا المهدين معتدلين بزاف، بزاف داخل كاع بزاف. هذا فيه كل شيء هنا كاع، كل شيء طارا فيه، يسحب السير فيه، يسحب الحوايج كامل، كل شيء فيه هنا. قاسم بزاف كاع، قاسم